مرحبا بنات، شلونكم؟ اخباركم؟ اليوم اجيت وياكم بفيديو جديد، بس راح نبدا الفيديو بالصلاة على الرسول. اللهم صلي على محمد وآل محمد. اليوم اجينا وياكم بفيديو جديد من الصبح. بدينا الفيديو من الريوق، دا اشوفكم الريوق مالتنا، وهذا كان الريوق مالتنا، سهمنا وسهمكم العافية. هنا انا بديت اجهز بالريوق وراح اشوف شنو اسوي غدا، وراح اشوف شنو اسوي الروتين اليومي. يلا خليكم ويانا، بس لا تنسون اللايك، لانه اللايك يرفع من مستوى الفيديو ويشوفوه اكبر عدد من الناس. هنا راح ابدا اسوي الورق العنب، ورق عنب بدون لحم. هنا نقعت قلاص ونص من التمن، نقعده لمدة ساعة كاملة. وهنا جبت 2 طماطة ثرمتهم ناعم. هنا راح اسوي الورق العنب، استخدمه كمقبلات راح ناكله. هنا ثرمت كرفس وفصين ثوم، طبعا الكرفس حسب اختياركم، تحبون هواية او قليل، بس هو كل ما يصير به هواية يصير طعمه اطيب. وهنا ثرمت بصلاية كبيرة، هنا كله ثرمته ناعم. هنا راح ابدا اضيف بالمكونات وبالبهارات، طبعا راح استخدم الملح وراح استخدم البهارات. انتو شنو يعجبكم بهارات؟ بس انا خليت شوية من السماق، شوية من البابريكا، انا مضل تصير حارة، وخليت فلفل اسود شوية، وخليت كاري شوية، من كل شي خليت شوية، وخليت رشة نعناع. انا ما كان عندي نعناع طازج، فخليت باودر يعني يابس، اني ميبسته وطحنته، بس انه هو يفضل انه هو يكون طازج، وخليه ظرف ماجي ينطيها نكهة اكثر. طبعا بنات اخذوا هاي الطريقة مال الورق عنب، والله العظيم كلش ناجحة وطعمها كلش طيب. اني دائما اسويها بهاي الطريقة. طبعا اني هنا كمقبلات الورق العنب، مو كوجبة رئيسة مثل الدولمة، يعني لانه ما بيها لحم مثل ما تعرفون. هنا خليت نص كوب من دبس الرمان، لان هي تحب دبس الرمان وزيت الزيتون والحامض، يصير بيها هواية، فمن كل شي راح استخدم نص نص كوب. واذا يعجبكم تقللون بالحموضة خلو. هنا خليت نص كوب هم من زيت زيتون، مو مليان، العفو من الحامض، مو مليان على مدل تصير حموضتها قوية. وخليت زيت زيتون، اذا يعجبكم تقللون من الحموضة لا تخلون هواية حامض. وهنا خليت خاشوقة ونص من معجون الطماطة، وهنا راح اخبطها كل زين على مود تتجانس عندنا كل المكونات. طبعا هي اكلة سهلة وسريعة، بس شوية الطبخ مالتها يتأخر، لانه ورق عنب على مود يستوي ويصير دايب، واذا يعجبكم تسووه بجدر الضغط يصير بعد احسن، بس اني هنا ما افضل جدر الضغط، بالجدرية العادية. بعد ان خبطته صار بهذا الشكل. طبعا هنا بهذا الوقت اني طفت عندي الاضوية. هنا جبت جدرية، هاي راح اطبخ بيها، لانه اني ما مسوية كمية كبيرة. هنا عندي بوتيتا سويتها حلقات وراح اخليها بالجدرية. اكو بعض الناس يحبون بيها ضلوع ليجوة، بس اني بنتي ما تفضل انه اللحم بيها، بس اسويها هاي تفضل للناس النباتيين اللي ما ياكلون لحم. وتعتبر مقبلات باردة او حارة كلش طيبة بالطعم مالتها. صارت عندنا بهذا الشكل. احنا هذا الورق عنب اللي فرزته وياكم بالقناة، اللي ما شايف تفريز العنب روحوا للفيديوهات، اكو بيها تفريز ورق العنب بدون سلق. هنا مجرد انه لفيته بالنايلون وطلع عندنا بهذا الشكل. اني قطعته من الاشجار اللي ببيتنا مال ورق العنب. هنا قسم لفيته وقسم خليته واحد، يعني واحدة فوق الأخ. بهذا الشكل. وهنا خليت جدرية على الطباخ، خليت بها مي،
فاير، وبعدين جبت ورق العنب خليت بيه لمدة ربع ساعة وشلته من النار. بس مجرد ربع ساعة انه يغلي على النار وبعدين اشيله، صار عندنا بهذا الشكل وبعدين شلته. هنا بعد ان ورق بعد ان برد الورق عنب راح ابدا الف بيه. طبعا الجهة الناعمة تصير لي برا والجهة الخشنة تصير بالداخل، راح نبدا نلف عليها. خلوا كمية من الحشوة بهذا الشكل ولفوها، تطلع عندنا مضبوطة. اضغطوا بايدكم على مود لا يطلع الحشو بهذا الشكل. بهذا الشكل تصير لا ثخينة ولا خفيفة. اجيب الثانية وراح الفها وياكم وراح اخلص الكمية كلها بهذا الشكل. طبعا مثل ما قلت لكم اني ما سويت كمية كبيرة. هنا راح اخلصها كلها، وهذا كان شكلها بعد ما خلصتها وراح اخليها اطبخ. طبعا هنا كانت الكاميرا تصور بالعكس فطلع عندي هيك التصوير. هنا حطيتها على الطباخ وخليت ماعون عليها، وهنا حطيت خاشوقة معجون طماطة وخليت خاشوقتين دبس الرمان وخباطتهن ومي وخليتها بهذا الشكل إلى أن صارت فوق الورق عنب بثلاث أصابع المي، وغطيتها وخليتها على نار هادئة لمدة ساعتين على الطباخ. وبين ما يستوي عندي ورق العنب جيت أنظف هاي الصفحة من المطبخ، صفحة السنك عندي وسخة جيت أنظفها. هنا صفحة السنادين والترمز الفخار، هنا عندي صار لي فترة ما شايلة السنادين ومنظفتهن فرح أنظفها وياكم. طبعا أنا بهاي الأثناء سويت تاتشينة بس أنا ما صورتها وياكم. إذا يعجبكم طريقة التاتشينة قولوا لي في اليوم أسوي لكم إياه. هنا حطيت شوية كلور وشوية صابون سائل وراح أخلي أكيد مي، وهاي الجلافة خاصة بالسنج هاي ما أسوي بها المواعين. هنا بديت أسحب بالترمز الفخار، طبعا الترمز الفخار كل الصحي. هنا بديت أسحب بالسنادين، هو ماكو وسخ جواها بس مجرد إنه التراب مالتها أو البيتيموس اللي ينزل من السندانة. هنا بديت أشيل كل الزرع اللي على رف المطبخ، هو ما بي غير مجرد تراب مثل ما دا أقول لكم. بديت أجلب بيه بهذا الشكل. وورا ما خلصت الجلف جبت هنا المي وبديت أرشه على مود ينزل كل الصابون السائل والكلور والتراب، وبديت أغسل بيه. إنه مجرد هي هاي كليتها تنظيفات للروتينات اليومي، روتين عادي يومي بس حبيت أشاركه وياكم. روتين تحفيزي للي ما بيها حيل تقوم تشتغل، إنه تشوف أنا أعرف إن أنتو كلكم أمهات بيوت. هنا بديت أرجع الغراض اللي سحبتها، رجعت أول شي ترمز الفخار، طبعا هنا غسلته مجرد بالمي ترمز الفخار بدون زاهي أو كلور لأنه ياخذ من ريحة الزاهي والكلور، فغسلته مجرد بمي. وهنا عندي هاي نبتة الزامية أنا مجذرتها، أول مرة أجرب أنه أجذر نبتة الزامية بهذا الشكل فحبيت أجربها لأول مرة وأنطيكم رأيي شلون تتجذر إذا راح تنجح أو لا. هنا رجعت الزرع مثل ما كان، وهنا صار عندنا المكان نظيف مثل ما تشوفون. هنا بديت أترس بالترمز مال الفخار،
هنا ترسته مي كله، طبعا يصير المي مالته طعمه بارد وطيب بالصيف. صارت عندنا هاي الصفحة نظيفة بهذا الشكل. طبعا أنا هواية قطعت من الفيديو على مود ليصير عليكم طويل وتملون منه، وهنا بديت أجلب بالصفحة الثانية. هنا شلت السلة مالت الخواشيق والسجاجين وشلت الزاهي وبديت كله أجلب بيه. طبعا أنا عندي بقع بالسنك قديمة من أول ما قعدت بهذا البيت أنا لقيتهن، بس هن ما دا يروحن. أنا خليت كلور هواية وخليت منظفات هواية بالسنك بس ما دا تروح، والحوض مالت السنك مثل المحروق أو مثل يعني ما أعرف شنو بي، هواية خليت له منظفات وما دا يروح، ولازم أستخدم له كلور كل يومين. إذا ما أخلي كلور كل يومين يبين عندي أسود. مثل ما تشوفون هم راح اجلف الحوض بهذا الشكل. مثل ما قلت لكم انه هاي الجلافة خصوصا للسنج، وبعض الوقت اخلي سيم، بس مرات من اغسل بالكلور ما احتاج سيم. وصارت عندي هاي المنطقة هم نظيفة، صارت كلها هاي نظيفة. انا ما صورت لكم كل الكاونتر لانه باقي الكاونتر نظيف، نظفته قبل يومين. وهنا جينا على الميز، هنا الصينية مالت الميز أنا مخلية عليها تمرية ومخلية قوري ومخلية البلاب ومخلية هاي الصينية، مجرد راح أمسحهم بس من التراب، لأن مجرد بس عليها التراب ما بيها شي. مسحت الصينية ومسحت اللي جواها ورجعت المفرش بعد أنه فضته، وهنا رجعت الزرع أنا حاطة البلاب ومسحت التمرية وراح أمسح القوري. مجرد روتين بسيط حبيت أشاركه وياكم. لا تنسون أنه تكملون الفيديو للنهاية. وصار عندنا نظيف مثل ما تشوفون، صار المكان نظيف. هو مجرد أنه لمسات بسيطة يصير عندنا المكان نظيف، وهذا صار عندنا المطبخ نظيف بهذا الشكل. وهذا صار عندنا ورق العنب بعد أن نشف خليته على نار هادئة، وهسه راح أقلبه. وهذا صار شكل النهائي. هذا كان شكل الغداء مالتنا. هنا طبعا أنا مثل ما قلت لكم كنت مسوية تاتشينا وياه ومسوية عصير. سهمنا وسهمكم العافية. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. شكرا لكم، شكرا للمتابعة، مع السلامة.